وهسه راح نبدي من البداية. خلينا نشوف شنو الأشياء اللي موجودة. بايسيكل، اي هذا بايسيكل كامل. هي هاي رهيبة بشكل. هاي للناس اللي عندهم حدايق. وهذا سبيكر سوني عندي من عنده. أنا عندي أخو بالبيت. يا اهلا وسهلا، يا رب تكونون دائما بخير وصحه وعافيه. تم افتتاح متجر لاست تشانس ستور، اخر فرصه، اللي دائما متعلمين يشوفونه بالفيديوهات. فهذا المتجر بمدينه فنتورا اللي قريبين على لوس انجلوس كاليفورنيا في ولايه كاليفورنيا. اليوم هو يوم الجمعه، فاي حاجه بالمتجر سعرها 12 دولار. ومثل ما تشوفون اكو هوايه ناس جايين ينتظرون، لانه ممكن تحصل اشياء ثمينة داخل المتجر، مثل ما أنا دائما أنزل فيديوهات ونسوي لها انباكسنج. راح نحاول نشتري أغراض ونشوف شنو داخل المتجر. فأنا راح أطب أول واحد وأشوفكم البضاعة وعنوان المتجر بصندوق الوصف. تابعوا الفيديو الأخير وأكيد لا تنسون اللايك والاشتراك وليتس جو. ومثل ما تشوفون هذين الطاولات هنا وبيها كل الأغراض مثل ما متعلمين دائما نشوفه متاجر لاست تشانس. وهسه راح نبدي من البداية. خلينا نشوف شنو الأشياء اللي موجودة. طبعا أول ما انتبهت على هذا المنشار الحديد. طبعا هذا أقل شيء سعره 200 دولار، لأنه هذا شحن وماركة همينة. فالأسعار اللي هو يوم الجمعة اليوم 12 دولار، أما يوم السبت 10 دولارات، يوم الأحد 8 دولارات، يوم الاثنين 5 دولارات، يوم الثلاثاء 3 دولار، ويوم الأربعاء بدولار واحد. يعني اليوم أي حاجة هنا موجودة سعرها 12 دولار، وأنت اختار. طبعا أكو هواي أشياء ممكن تشوفها تلقاها ثمينة. هذا السيت مال الكراسي ويا الطبلة مالته مال المطبخ، يعني يكون أعتقد 2 كراسي، كلش حلو. وتشوفون هنا هسه هاي هنا هاي الجنطة مال بيبي، كلش حلوة. فاكيوم، وعندنا هذا همين الفاكيوم، هذا اللي يغسل الأرضية. هذا تقريبا سعره 180 إلى 200 دولار، وكلها أشياء جديدة. عندنا هسه هاي الجنطة أقل شي سعره في 60 أو 70 دولار، هاي الجنطة مال السفر. وأكو بالباكسات هذني، بس إنه الباكسات تاخذ مثل ما هن، يعني هذا الباكس زين أكيد، يعني لازم تقرأ وتعرف شنو الأشياء اللي موجودة بيه وتاخذه، بس ما تقدر تفتح أي صندوق. يعني شوف هذا هنا، هذا حلو، هذا عجبني. هذا يصير مال سيارة وشخص ينام بيه. أعتقد هذا نفخ، أي نفخ، هذا حلو. هذا هو هذا. وشوفوا شنو لقيت، هلمت، خوذة حلوة. هاي الخوذة شوف شلون خوذة رهيبة هاي، حتى بيها نظارة زين. بس أنا عندي خوذة، يعني عندي الخوذة مالتي سعرها تقريبا 700 دولار، فهاي الخوذة تخيل انه سعرها 12 دولار، هاي أقل شي سعرها فد 80 أو 90 دولار. وحتى هذا الكرسي مال الأطفال اللي تشوفونه هذا 100 دولار، خلاط هذا الماركة، يعني جدا غالية، 90 أو 100 دولار سعره. هنا عندنا هذا الاير فراير 180 دولار سعره. قطار مال أطفال همينه حلو. بآخر فيديو شرحت عن البايك راك، الحمالة مال البايسيكل اللي هي هاي. شوفوا هاي النوعية مبين عليها نوعية جدا ممتازة، وحتى يعني تخيلوا بس ردت أطلعها من هنا اللي جاي كلش ثقيلة، لأنه هاي صانعينها مال بايسيكل يتحمل. وتخيلوا سعرها 12 دولار، هاي أقل شي هسه سعرها فد 200 دولار. لقيت سيف، هذا السيف شوفوا ايش قد حلو. واو حاد هذا حلو، عجبني. شوف شلون الصندوق بيه، هاي شغلات مال حمام. بايسيكل، اي هذا بايسيكل كامل حلو، هذا كامل، هذا غراضه موجوده كليته، هاي غراضه هنا مقعد وكل غراضه. رهيب هذا البايسيكل. هاي رهيبة بشكل. هاي للناس اللي عندهم حدايق. شوف هاي تقطع الثيل كليته همينة على الباتري، طابعة HP وليزر.
هاي هنا، هاي اعتقد نافورة، اي هاي نافورة مال حديقة بس حلوة عجبتني. يعني اعتقد يعني نافورة تخليها وتطلع الوان. شني راح اخذها هاي براد مال مي؟ معقولة البراد هذا قشي سعره في 200 دولار؟ شوف جديد بعده بالباكيت، والله شغلات كلش حلوة. يعني انا هسه ايش قد مسوي حلقات على يعني محلات مال لاست شانس، بس مثل هاي البضاعة ما شايف. شوفوا هنا، شوف هاي كلية هنا يعني بهاي ماكينة مال الغسل، هنا عندنا مروحة، هاي هنا هذا سيت مال المواعين، شوف هذا سيت كامل يجي. هاي همينة حاملة مال بايسكلات، شوف كم بايسكل تشيل، 1 2 3 4 بايسكلات تشيل هاي، حلوة جديدة بعدها، يعني مو تقولون مفتوحة، شوف بعدها بلادية. وبالمناسبة ترى اغلب الاشياء كليتها جديدة. شوف هاي هسه هنا شمسية، اي تخيلوا حتى اكو سخان مال مي، هذا سخان مال مي صغير. هذا شنو هذا؟ هذا منشار، هذا منشار مال اكل ومال خشب، اعتقد هذا مال اكل، هذا المنشار مال لحم يعني. هاي حلوة، هاي عجبتني. شلون شغلها؟ تشتغل هاي؟ ما بيها باتريات، اعتقد تشتغل هاي هيجي سبيكر. اي حاجة ب 12 دولار، اي حاجة ب 12 دولار. والله خوش والله هاي. اوه كوفي ماشين، حلوة هاي. تعرفون انه هاي مروحة، هاي مروحة بس طلع هوا بدون شو، مباردة هاي، مباردة مو مروحة. شوف بيها حلفة، هاي حلفة، اي مباردة هاي، هاي مكنسة كهربائية هنا. طبعا انا بس دا ابو على الاشياء الكبيرة، بس اكو يعني اذا تجون هنا نصيحة جيبولكم عربانة وعبي، شو تشوف قدامك عبي يعني. هاي طبعا عربانة مع الطفل، عربانة مع الطفل هاي، اي خلي اشوفها. عبالي اخذها الابن اختي، اتصلت على زوج اختي قال لي اشترينا عربانة ب160 دولار، هاي سعرها. هذا رهيب، هاي القطعة رهيبة. طبعا هاي يجي بيها دريل ويجي بيها منشار وكل شي، هاي اقل شي سعرها في 200 دولار. الطاولات كلش هواية. طبعا انا هسه قد شرحت لكم بس على طاولتين الاخيرات، فتخيلوا كمية الغراض. شوفون تقولون يعني مو هواية غراض هنا، بس الحقيقة يعني كمية كلش كبيرة، خاصة هذني الصناديق الكراتين يعني ممكن تلقون بهن اشياء يعني ثمينة. شوف هسه هاي طيارة، زين شنو الطيارة هاي؟ تطير اكيد، هي طيارة غير المفروض، هاي طيارة تطير، بس شلون يعني بيها ريموت، فاذا تتعمق بيها وتقراها اكيد راح تعرف شنو بداخلها. العاب همينة مال اطفال، هنا كراسي طبعا لانه هاي الكراسي جدا مرغوبة مال اطفال، فتلقون من عندها هواية جايبين، واقل واحد يعني هذا اقل شي سعره فد 60-70 دولار، اما الكبار سعرهن اكثر من 100 دولار من وول مارت. شوف هسه هاي مال سفر، واحد يروح ياخذها سفر. براد هذا طبعا جهاز رياضي، اي هذا جهاز مال رياضة، هذا شوف جديد بعده بالكرتونة. يعني اكو اشياء والله هواية كلش حلوة، يعني انا انتبهت حتى اكو يعني اطارات، تشوفون اطارات مال سيارات هنا، واعتقد هاي الجهة كليتها مال سيارات، يعني شغلات مال سيارات. شوف هسه هذا شنو هذا؟ هذا كوشن مال سيارة، هذا غطا مال سيارة، والله حلو هذا، حلو هذا، خلنا نشوفه والله. صحيح طلع مال سيارة جلد، شوف ايش قد حلو. هذا 4 قطع. هذا شنو هذا؟ ديوولت، هذا ديوولت اذا شفتوا هذا البرتقالي، فهذا اغلى نوعية بالعدد اليدوية، زين فخلينا نشوف شنو هذا. دريل ومنشار، منشار هذا رهيب، هاي كلش غالي هاي النوعية. بايسكل مال اطفال حلو هذا،
حجم 14 جديد. هاي العربانة رهيبة، لو ما عندي منها همين كان اشتريت منها. هاي عربانة تصير مال سفرات، واحد يسافر المكان همين، يعني مثلا يروح للبحر او يروح المكان ياخذها. والحلو بيها تطبق تصير صغيرة، شوفون حجمها جد حلو، يصير صغير كلش زين. خلينا نشوف بعد شنو اكو اشياء هنا. هاي مال بزون، اعتقد هذا اكل. هذا لا، الحمام مال بزونة هذا. هذا سيت كلش حلو، بلاستيك حتى زولي اكو هنا. او هذا سبيكر سوني، عندي من عنده اني، عندي اخوه بالبيت. هذا رهيب، وسعره 200 دولار بوقتها من طلعته. هذا رهيب، هذا ساوند سيستم مال التلفزيون، مش مكتوب عليه تي في هنا. هذا خرافي. هذا هذا شنو هذا؟ هذا مو جداحة مال السيارة، يشتغل جداحة؟ اي هذا يتخلى فوق السيارة، هذا مال سكيورتي مثلا او شي زين. صوبة اذا تردون، مثرامة. دقيقة تعال خلينا نشوفها. هاي المثرامة رهيبة، هي مثرامة، هي خلاط، هي كل شي تقدر تسويها. شوف رهيبة هاي، تخبل اوميجا، والله شغلات حلوة. حتى اذا تردون همينة صبغ موجود، صبغ. هذا شنو هنا؟ ما اعرف شنو هذا بالبوكس. هذا همينة هنا، هاي كلها صناديق. خلينا نشوف بلكت نلقانا فتشي ثمين زين. بالمناسبة انا يعني ما راح اقدر اشتري شي لانه جايب سيارة صغيرة، فما اعتقد راح يصير. هاي اللي تعصر البرتقال، هاي حلوة، تخلي البرتقالة وقبل تنزل لك اياه عصير زين. هاي شنو هاي؟ هاي تتخلى على الشاشة على مود تحمي العين من اشعة الاشعة الزرقاء بلو لايت. واللي يريد يشيل بايسكله اللي فوق عصيباية من السيارة، هاي قاعدة كاملة شوفون هنا، هيك تشيل بايسكلك، بس من هذا البايسكل الرياضي يعني، مو البايسكل الاي بايك. هاي شنو هذا؟ هذا مايكروفون، هذا مال ما ليش هذا مايكروفون حلو. هذا المايكروفون يو اس بي بلوك، اعتقد مال كمبيوتر. هذا الترا هاي ديسكتوب، اي مال ديسكتوب مال كمبيوتر، يصير لللابتوب والديسكتوب، خرافي زين. هذا شنو هاي؟ اعتقد عاكسه كهربائيه، اي هاي عاكسة كهربائية. هنا لقيت هاي العدة كاملة، بس الحقيقة ما اعرف شنو. اللي يعرف ما ليش هاي خليه يكتب لنا تعليق، اريد اعرف هاي ما ليش، لانه بين عليها يعني ثمينة من البوكس مالتها وحجمها. دبابة، دبابة اللي يريد دبابة، هاي دبابة موجودة هنا. هذا بايسكل كهربائي، خلينا نشوف منو سعيد الحظ راح ياخذ هذا اول واحد، اللي هو هاي غراضة كليته هنا موجودة. الشاحنة مالته جديد، هذا سعره قشي، فد 500 دولار امريكي. هاي العلامة حلوة، هاي تلزقها بالجامعة مال السيارة، اوبر وليفت ساين LED، لون بنفسجي ولون ازرق ويو اس بي، كلش حلوة. واو شوفوا ايش لقيت، منشار هذا كهربائي. طبعا هاي الماركة جدا جدا غالية، هذا اقشي سعره فد 200 دولار، لان هذا شحن. هذا هذا رهيب. هذا بالمناسبة اذا خلصن هذين الاغراض، فاكو اغراض بعد هنا. تشوفون هاي البالتات مباشرة يطلعوهن ويخلوهن هنا بهذا المكان، يعني مو معناته اذا خلصن هذني خلص راح يعزل المحل، لا يبقون مستمرين لحد الساعة بالسبعة بالليل. هذا متجر لاست شانس ستور اللي كنت بيها هسه قبل شوية، وشوفوا الناس واقفة تنتظر حتى يفتح. حاليا الساعة بالتسعة ونص، يعني بعد نص ساعة ويفتح المتجر. بس شوفوا كمية الناس اللي موجودة ما شاء الله، يعني شوف للأخير يعني هناك، وبعد اكو ناس اعتقد همين وراء هاي البناية، اعتقد هذا وولمارت هناك. بس شوفوا الناس ايش قد موجودين ينتظرون، لانه شفتوا الاشياء الثمينة الموجودة تستحق، تسوى انه واحد ينتظر ساعات حتى يجي ياخذها اله. يعني ليش تشترك حاجة ب 200 دولار سعرها، تجي هنا تاخذها ب 12 دولار.
وهسه الافتتاحية ونقول يا الله وعلى البركة. هسه بدأوا الناس ياخذون الاغراض زي ما تشوفون، كل هدوء، كل من ياخذ حاجته. فاهم شيء هم الموجودين هنا ينتبهون انه ما يفتحون صناديق، ما يشمرون الاغراض، وهم راح اساعدهم لانه ما عندهم هواي عمال، تقريبا بس 3 عمال عندهم. تقريبا خلصت الغراض، يعني هاي باقيات اشياء يعني مفتوحة، فتشوفون الناس بعدها يعني السرة واصل للاخير تشيك اوت حتى ياخذون الاغراض ويدفعون فلوسهم. وبعد اكو هواي ناس جاي تدخل، يعني فد شوية قالوا راح يطلعون بعد غراض، بس ينتظرون يعني بعد يفرغ الميز ويطلعون بعد اغراض. ما يقدرون يدخلون كل الناس مثل ما شفتوا جوا، يعني هواية كثير ناس جوا، فعلى مود ما يصير يعني مثلا تدافع او شيء، فيخلصون قسم ويطلعون قسم ويدخلون بعد ناس همينه.